ازيك يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس ابراهيم عبد المحسن. ان شاء الله من خلال الفيديو ده انا بعلن ان الحمد لله بقيت محاضر معتمد من شركه حسن علام. حسن علام عملت برانش جديد اسمه حسن علام اكاديمي، بتقدم من خلاله كورسات في مجالات مختلفه سواء مانجمنت او تكنيكال. الحمد لله انا بقيت محاضر معتمد، بقدم كورس خاص بالشوب درونج واعمال المكتب الفني، وكمان في كورسات كده خاصه بالكوردينيشن مع الاقسام الثانيه. ان شاء الله هننزل المحاضرات دي مجانيه على الصفحه تستفادوا منها. يعني ده تصوير كده للمكان هنا وللأكاديمية. بالتوفيق للناس كلها، وإن شاء الله يعني انتظروا الفترة الجاية من خلال صفحتنا MEB Courses Academy. هننزل مجموعة كورسات، يعني لا مش عايز أحرق بقى عشان الكورسات جديدة والأفكار بتتسرق بصراحة، بس يعني هنركز جدا أكتر على التكنيكال والمانجمنت. ها أو بس ببعت لكم شوية أفكار كده، فانتظرونا إن شاء الله بإذن الله مع مجموعة من المحاضرين برضو إن شاء الله هيبقوا معانا في الأكاديمية. الناس كلها محترمه جدا على الصفحه، يعني هنا سواء اداره الصفحه الخاصه بام اي بي كورس اكاديمي، مهندس حماد مشالي محضر كورس جبار تسعير وعمال تنفيذ اكتر من 350 سلايد. فبالتوفيق ان شاء الله باذن الله للناس كلها. ومهندس احمد طلعت ماركتنج، وباشمهندس محمد ابو المجد هنا معانا الخاص بالادمن الصفحه، واللي هنا بيدير بقى الردود الناس كلها. فبالتوفيق للناس كلها، واستنونا ان شاء الله باذن الله. ومبروك ليا وليك، والحمد لله محاضر معتمد في شركه حسن علام. برضه هوريكم ريفيو سريع كده للمكان هنا في الاكاديميه دي، كده غرفه من ضمن الغرف اللي موجوده في الاكاديميه هنا اهو. يعني لا عاملين شغل جامد جدا، فبالتوفيق للناس كلها، ويستنونا ان شاء الله باذن الله. باي.